لو ما شفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكاية لوفي فروح اتفرج عليها دلوقتي علشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية لوفي شفنا اعلان البيج مام وكايدو عن التحالف بتاعهم، وكمان اعلان كايدو عن مشروع اونوجاشيما الجديد، وكمان موت اوروتش على ايد كايدو بس لان هو رفض المشروع بتاعه. وشفنا كمان ياماتو بنت كايدو اللي حكت كل ماضيها لوفي وقالت للوفي انها حليفة ليهم في المعركة دي. وشفنا كمان هجوم الاخباد التسعة على كايدو وجرحه بجرح خطير. وشفنا كمان بداية المعركة رسميا بين قراصنة الوحوش وبين الساموراي واشتعال القتالات في كل مكان. وشفنا كمان كايدو والاغماد التسعة اللي وقفوا قدام بعضهم علشان يبدأوا القتال. وشفنا كمان قتال محاربين المينجو ضد الكارثة جاك. وشفنا كمان كينج وكوين اللي واقفين يمنعوا اي حد انه يطلع عند كايدو. وشفنا في النهاية تجمع اعضاء طاقم قبعة القش واستعدادهم كلهم من اجل القتال في تلك المعركة بكل قوتهم. لكن يا ترى يا ترى هو ايه اللي هيحصل بعد ما المعركة بدأت البداية ديت وايه اللي مستنينا في الحرب ديت؟ تعالوا بينا نعرف مع بعضنا ونكمل بقية الحكاية. بعد ما الحرب بدأت والساموراي بدأوا انهم يقتلوا كل جنود كايدو، بيتجمع كل اعضاء طاقم قبعة القش وكلهم عازمين انهم يقتلوا بكل قوتهم علشان يوصلوا لوفي للقمة عند كايدو. وبيبدأ اعضاء طاقم قبعة القش وكل جيش التحالف انهم يقتلوا كل جنود كايدو، وكمان يقتلوا كل العمالقة اللي جيهم للمكان. كينج وكوين بيكونوا لسه واقفين مكانهم علشان يمنعوا اي حد يطلع للسطح عند كايدو. وبيطلع كينج على زر الاتصال وبيتصل بالتوبي روبو الستة وبيقول لهم على كل اللي بيحصل وانهم بيتعرضوا لهجوم. وبيطلب كينج من التوبي روبو انهم ما يسيبوا خلافاتهم على جنب لانهم كلهم بيكرهوا بعضهم، ويقتلوا كلهم في المعركه ويخلصوا على كل الاعداء، واهم عدو يخلصوا عليه هو كوزوكي مومونوسكي. ودوت لان كوزوكي مومونوسكي هو الشرار اللي اشعلت كل الساموراي وخلاهم يقتلوا بكل قوتهم، فعلشان كده لو هم خلصوا على مومونوسكي اول واحد فكل الساموراي يفقدوا العزيمه على القتال. كينج بيخلص كلامه مع التوبي روبو وبيقفل حلزون الاتصال، وبيتكلم مع بنت من جنود كايدو عندها فكت شيطان غريبة وبيطلب منها انها تدور على مومونوسكي. وبيتضح ان البنت الغريبة ديت بتقدر انها تشوف كل حاجة في القصر وتعرف كل حاجة في القصر عن طريق عيونها اللي نشرها في كل حتة. وفي نفس الوقت من الناحية التانية بنشوف القرصان اكس دريك واللي هو احد التوبي روبو. وزي ما احنا عارفين فاكس دريك هو احد جنود البحرية المتخفين وموجودين وسط جنود كايدو. اكس دريك بيكون بيراقب كل حاجة عمالة تحصل في المعركة، وبيتكلم اكس دريك مع باسل هاوكز اللي موجود معاه في المكان وبيقول له ايه رأيك وسط المعركة ديت ننضم للساموراي. بس الهوكس بيستغرب من كلام اكس دريك، لكن اكس دريك بيقوله بما ان انت اتضميت لكايدو بسبب ان سكراتش مان ورطك في كده انت وكابتن كيد، فدوت الوقت المناسب علشان تحضر بكايدو وتنضم للساموراي في الحرب ديت. لكن برغم ان كلام اكس دريك كان مقنع الا ان بس الهوكس ما بيهتمش لكلامه، وبيوصل في الوقت دوت للمكان هوز احد التوبي روبو الستة. هوز بيتكلم مع اكس دريك وبيقوله ان لو اي حد فيهم مات وسط كل اللي بيحصل دوت فكايدو مش هيسأل هو مات ازاي لانهم في وسط معركة. وعلشان كده بما انهم وسط معركة هو قرر ان هو يقتل كوين ويخلص عليه، وكايدو مش هيسأل هو كوين مات ازاي لانهم زي ما قال لهم هم في وسط المعركة. وبيطلب هوز من اكس دريك ان هو يساعده في قتل كوين، واكس دريك بيوافق على طول لان هو كده كده عايز يخلص على كل قراصنة الوحوش لان هو يعتبر جندي في البحرية. وبيروح هوز واكس دريك لكوين وبيرفعوا عليه الاسلحة وبيقولوا له ان هم هيقتلوه، وكوين بيمثل وبيعمل نفسه ان هو خايف جدا منهم. لكن فجأة هوز بيوجه السلاح ناحية اكس دريك وبيضربه بالنار وبيوقعه على الارض. وبيوصل باسل هاوكز هو كمان للمكان وبيوجه السلاح بتاعه على اكس دريك. اكس دريك بيستغرب من اللي بيحصل، لكن كوين بيضحك وبيقول له ان هم مش اغبياء علشان ما يعرفوش ان في خاين وسطهم، وان هو اكتشف ان في خاين وسط التوبي روبو وكان عارف ان هو الخاين لكن عمل التمثيليه ديت بس علشان يتاكد ان هو فعلا الخاين. اكس دريك بيتصدم لان هم اكتشفوا حقيقته وعرفوا ان هو خاين. وكوين بيكمل كلامه وبيقول الاكس دريك هو انت شغال تبع مين وليه كنت بتتجسس علينا وهي ايه المعلومات اللي انت سربتها عننا. اكس دريك بيكون خايف جدا ومش عارف يعمل ايه، وبيطلع اكس دريك قنبله دخان وبيحدفها في المكان وبيغفل كوين واللي معاه وبيهرب منهم. وبينط اكس دريك من الشباك وبينزل وسط المعركه قدام الساموراي وقدام طاقم قبعه القش، وبيهاجم اكس دريك وهو نازل واحد من العمالقه وبيخلص عليه. اعضاء طاقم قبعه القش بيستغربوا لان اكس دريك بيهاجم واحد من العمالقه
الشرق رغم ان هو واحد من التوبي روبو، لكن اكس دراكي بيتكلم مع لوفي وبيقول له ان هو عايز ينضم لهم في المعركه. لوفي واعضاء الطاقم بيستغربوا من طلب اكس دراك، واعضاء الطاقم بيقولوا لوفي ان هو ما يثقش في واحد زي دوت لانهم في ساحه معركه وما ينفعش يثقوا في اي حد. لكن لوفي ما بيهتمش لكلام اكس دراك وبيقول له كنت عايز تقاتل بجانبنا قاتل، لان هو مش فارق معاه اي حاجه وان هو كده كده هيخلص على كايدو مهما حصل. لكن زورو ما بيعجبوش كلام لوفي وبيهاجم اكس دراك، وبيرفض زورو ان هو يثق في اكس دراك ويخليه قاتل بجانبهم الا لما يقول له هو مين واللي عايز يقاتل بجانبهم. لكن اكس دراك هو كمان بيرفض ان هو يقول لزورو ان هو جندي شغال في البحريه، علشان لو قال لزورو ان هو شغال في البحريه زورو هيتقاتل معاه اكتر لان هو كده يعتبر بردك عدوهم. وبيفضل زورو واقف قدام اكس دراك ومانع اكس دراك من الحركه لحد ما يعرف هو مين بالظبط. وبيوصل في الوقت دوت سكراتش مان للمكان، وكمان مع واحد من العمالقه، والعملاق دوت عمال يدمر كل حاجه حواليه وعمال يهاجم كل الساموراي. لكن العملاق دوت بيوقف هجومه على الساموراي اول ما بيشوف فرانكي، لان العملاق بيفتكر ان فرانكي لعبه وبيكون عايز ياخد فرانكي ويلعب بيه. فرانكي بيتعصب جدا لان العملاق فاكر القرصان الحديدي بتاعه لعبه، وبيبدا فرانكي ان هو يستدرج العملاق بعيد الساموراي علشان يخلص عليه في مكان بعيد من غير ما يأذي اي حد من الساموراي. وبيفضل سكراتش مان يهاجم كل الموجودين بالموسيقى بتاعته، وبيحاول سكراتش مان ان هو يهاجم زورو واكس دراك اللي واقفين قدام بعضيهم. لكن زورو واكس دراك اول ما بيشوفوا سكراتش مان بيسيبوا بعضيهم وبيبداوا ان هم يهاجموا سكراتش مان علشان يخلصوا عليه. وبيوصل في الوقت دوت كمان للمكان بيج وان وولتي اللي بيكونوا متضايقين جدا من لوفي بسبب اللي عملوا فيهم اخر مره هو وياماتو، وبيحاول بيج وان وولتي ان هم يهاجموا لوفي. لكن نامي واسوب بيقفوا قدام بيج وان وولتي وبيمنعوهم ان هم يهاجموا لوفي، وبتتكلم نامي مع بيج وان وولتي وبتتحداهم وبتقول لهم انها هتخلص عليهم. قلتي وبيج وان بيتعصبوا جدا من كلام نامي، ونامي بتقول لهم ان هي واسوب بيقدروا يعملوا الحاجه اللي مفيش اي حد بيقدر يعملها، والحاجه ديت انهم بيعرفوا يجروا. وبتطلع نامي تجري من المكان هي واسوب، وبيج وان وقلتي بيطلعوا يجروا وراهم علشان يخلصوا عليهم. وفي الوقت دوت بيبدا لوفي اخيرا ان هو يتحرك علشان يتوجه ناحيه كايدو، وبيبدا سانجو وجيمبي ان هم يتحركوا معاه علشان يقدموا له الدعم لحد ما يوصل لكايدو. وفي نفس الوقت بنشوف ماركو العنقاء اللي اخر مره راح علشان يعمل حاجه مهمه، والحاجه المهمه ديت هو ان ماركو راح علشان يتحالف مع كراسيه البيج مام اللي اخيرا دخلوا بلاد وانو، لان كراسيه البيج مام رافضين ان البيج مام تتحالف مع كايدو وعايزين يقاتلوا كايدو هم كمان. لكن تحالف ماركو وكراسيه البيج مام ما بيضمش الوقت طويل، لان البيج مام بتوصل عندهم وهي بتقع من القلعه بتاعت كايدو بعد ما تقم قبعه القش رماها بره القلعه. بيروس بيروح بسرعه ناحيه البيج مام وبيكون فرحان جدا لان هو شافها مره ثانيه، وبيسال بروس البيج مام عن التحالف اللي عملته مع كايدو، وبيقول لها ان هم مش محتاجين التحالف دوت. البيج مام بتستغرب من كلام بيروس، وبتستغرب اكتر لما بتلاقي ان ماركو موجود في المكان. ماركو بيتكلم وبيقول للبيج مام ان هو موجود هنا علشان يعرف اذا كان كراسيه البيج مام هيكونوا منضمين لكايدو في المعركه ديت ولا هيتراجعوا ويمشوا من هنا. بيروس بيكمل كلامه وبيقول للبيج مام انهم مش محتاجين يتحالفوا مع كراسيه الوحوش عشان يوصلوا لاهدافهم، وان هم يقدروا انهم يخلصوا على كراسيه الوحوش في ظل الظروف ديت. لكن البيج مام بتقول لبروس انها خلاص اتحالفت مع كايدو، وانها مش عايزه يناقشها في حاجه زي كده، وان التحالف دوت هو اللي هيوصلها لكنز الوان بيس. بيروس بيوافق على طول على كلام البيج مام بعد ما كان من شويه عايز يتحالف مع ماركو علشان يخلصوا على كراسينه الوحوش. ماركو بيتكلم وبيقول لبيروس والبيج مام ان كده اهدافهم بقت مختلفه، علشان كده لازم ان هو يوقفهم هنا، وبيبدا ماركو ان هو يهاجم البيج مام. وفي نفس الوقت في مكان قريب من المكان اللي فيه ماركو والبيج مام حاليا، عند بوابه القلعه بتاعت كايدو، بنشوف عدد كبير جدا من محاربين المينج اللي عمالين يقاتلوا كل جنود كايدو. وبنشوف وسط المحاربين دولت كاروت وواندا اللي بيكونوا بيقاتلوا جنود كايدو هما كمان، لكن بتسمع كاروت وهي بتقاتل جنود كايدو صوت بيروس، وبتتعصب كاروت جدا وبتتحرك هي وواندا لحد ما بيوصلوا عند المكان اللي فيه ماركو والبيج مام وبيروس، وبتبص كاروت لبيروس وبتقول ان دوت هو الشخص اللي قتل بيدرو. وبتتحول كاروت وواندا لهيئه السو لونج وبيهاجموا بيروس وهو مش واخد باله، وبيجرحوه بجرح خطير جدا، وبتقول كاروت لبروس انها تنتقم منه بسبب قتله لبيدرو. البيج مام بتتعصب لما تلاقي ان كاروت وواندا ظهروا فجاه وبداوا ان هم يهاجموا بيروس، وبتقول البيج مام انها مش هتضيع وقتها معاهم، وبتسيب البيج مام ماركو اللي بتتقاتل معاه وبتتوجه علشان تروح لكايدو. ماركو هو كمان بيسيب بيروس لكاروت وواندا علشان ينتقموا منه زي ما هم عايزين، وبيتحرك ماركو علشان يدخل لجوه القلعه ويساعد اعضاء التحالف. وفي نفس الوقت داخل القلعه بيكون كل الساموراي عمالين يقاتلوا كل جنود كايدو بكل قوتهم، وبيكون زورو اكس دريك لسه عمالين يقاتلوا سكراتش مان. لكن واثناء ما زورو اكس دريك بيحاولوا ان هم
يهاجموا سكراتش مان، في احد الاشخاص بيهاجمهم بطلقات ناريه، واكس دريك وزورو بيتفادوا الطلقات دي. وبيظهر في الوادي دوت كوين وهو معاه سلاح شكله غريب، وبيتضح ان هو اللي حاول يهاجم اكس دريك وزورو، وبيقول كوين لاكس دريك ان هو هيخلص عليه. وبيستخدم كوين السلاح اللي معاه وبيهاجم مجموعه من الساموراي بطلقات ناريه شكلها غريب، وبيقول كوين ان الامر هيزداد متعه. وبيتصدم اكس دريك اول ما بيشوف شكل الطلقات ديت، لان الطلقات ديت هي طلقات الطاعون. وفجاه الساموراي اللي اتصابوا بالطلقات ديت بيبدا جسمهم ان هو يتحول للون الازرق، واكنهم بيتجمدوا لحد ما بيتحولوا لوحوش وبيخرجوا عن السيطره. وبيبدا الساموراي اللي اتحولوا لوحوش وخرجوا عن السيطره بعد ما اتصابوا بالطلقات ديت انهم يهاجموا الساموراي اللي مش مصابين وينقلوا لهم العدوى ويخلوهم يتحولوا زيهم هم كمان. كل الموجودين بيستغربوا وبيتصدموا من اللي بيحصل، وكوين بيتكلم وبيقول ان الرصاصات اللي هاجمهم بيها وخلوهم يتحولوا بيها لكده هي رصاصات الطاعون اللي طوروا بنفسه، وان الطاعون دوت مختلف عن اي طاعون، لان كل اللي هيتصاب بيها يتحول لوحش ما عندوش وعي بيهاجم كل اللي حواليه وبينقل لهم العدوى هم كمان. كوين بيكمل كلامه وبيقول ان هو قبل ما يجي لهنا قفل كل المخارج وكل المداخل اللي موجوده في المكان، وكلهم دلوقتي بقى محبوسين هنا وكلهم هيتصابوا بالطاعون دوت. وبيبدا كوين على طول ان هو يطلق رصاصات الطاعون على كل الموجودين، وبيتصاب عدد كبير جدا من الساموراي بالرصاصات ديت، وحتى جنود كايدو هم كمان بيتصابوا من الرصاصات. وبيبدا الطاعون ان هو ينتشر في كل حته في المكان، وكل اللي اتصابوا بالطلقات بتاعه الطاعون بيتحولوا لوحوش وبينقلوا العدوى اللي لسه ما اتصابوش. وكوين بيفضل يطلق طلقات اكتر واكتر على كل الموجودين وهو مبسوط، ومش فارق معاه سكان اللي بيتصاب بالطلقات دولت اعدائه او حتى حلفائه. اعضاء تكب قبعه القش اللي لسه موجودين في المكان، وكل الساموراي اللي لسه ما اتصابوش بالطاعون بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين ان هم يقربوا من الاشخاص اللي اتصابوا ولا عارفين يهاجموهم لان هم في الاساس اصدقائهم. وبيتكلم تشوبر وبيقول ان الطاعون دوت هو يشبه الطاعون اللي اتصاب بيه المساجين في السجن، لكنه شكله مختلف عنه، وان هو لازم يلاقي علاج للطاعون دوت ويعالج كل الموجودين قبل ما الموضوع يزداد سوء. وفي نفس الوقت فوق السطح عند كايدو والاغماد التسعه، بيكون كايدو والاغماد لسه واقفين قدام بعضيهم والمعركه بتاعتهم لسه ما بداتش. وبيكون كل محاربين المينج عمالين يقاتلوا جاك والجنود اللي معاه بكل قوتهم، والقتال مشتعل بين المينج وبين جاك، ضربات من جاك وجنوده وضربات من محاربين المينج، لكن محاربين المينج هما اللي بيكونوا اقوى، وكل جنود جاك بيتهزموا وجاك بيقع على الارض وبيكون مش قادر يتحرك. الحاكم انوماراشي والحاكم نيكاماموشي بيبصوا للقمر وبيتحولوا لهيئه السولونج هما كمان، وبيستعدوا علشان يوجهوا الضربه الاخيره لجاك ويخلصوا عليه. لكن كايدو بيقف قدام الحاكم انوماراشي ونيكاماموشي وقدام محاربين المينج وبيمنحهم ان هم يهاجموا جاك، وبيقول لهم ان هو مش هيسيبهم يقتلوا جاك كده قدام عينيه. وبيتكلم كايدو مع جاك وبيقول له ان هو يتراجع من هنا وان هو خلاص عمل اللي عليه وهو هيوقف كل الاعداء هنا. وبينزل جاك من على السطح وهو مهزوم وبيسيب كايدو، وبينزل بردك كل محاربين المينج وبيسيبوا الاغماد التسعه بعد ما اخدوا انتقامهم من جاك. ومش بيتبقى في السطح خالص غير كايدو والاغماد التسعه اللي بيقفوا قدام بعضيهم، وبيستعد كلا الطرفين علشان يبداوا المعركه. كايدو بيطير في السماء وبيبدا الهجوم على الاغماد التسعه وبيكسر الارض من تحت رجليهم. الاغماد كلهم بيتحركوا ناحيه كايدو وبيهاجموا كلهم من كل مكان، من الاسفل ومن الاعلى ومن الجانب بالسيوف بتاعتهم، لكن جسد كايدو لا يتاثر بضرباتهم، وبكل سهوله كايدو بيبعدهم بيد عنه وبيهاجمهم بهجوم قوي جدا من البر. لكن اشوراتوجي وكاواماتسو وكيكو الثلاثه بيقفوا قدام هجوم كايدو بتاع البر وبيتصدهم من الثلاثه لهجوم واحد بس من اليونكو كايدو. لكن برغم كده كايدو بضربه تانيه بيوقع الاغماد التسعه كلهم على الارض. كايدو بيتكلم وبيقول للاغماد التسعه ان انتم كلكم مثيرين للشفقه، وكمان معركتكم ممله جدا، برغم ان انتم تسعه اشخاص بتقاتلوا كلكم ضدي وكنتم اتباع لاودين، الا ان انتم ما وصلتوش حتى لمستوى قوه اودين ولو حتى ربع قوته. كايدو بيكمل كلامه وهو بيضحك وبيقول للاغماد ان انتم مستحيل تنتصروا هنا، انتم مجرد بقايا من اودين. الاغماد بيسمعوا كلام كايدو المحبط وبيبتسموا كلهم، وبيرجعوا يقفوا قدام كايدو مره تانيه وهم كلهم متحمسين. كايدو بيضحك عليهم على اصرارهم اللي ملهوش لازمه، وكلهم بينطلقوا ناحيه كايدو وبيبداوا ان هم يهاجموه. كاماماتسو واشوراتوجي ودينجرو بيهاجموا كايدو من الاعلى بهجوم قوي جدا، والحاكم ونوماراشو اللي كاماموشي من الاسفل بيهاجموا هم كمان بهجوم قوي، وكينمون هو كمان بيستعد علشان يهاجم كايدو بضربه قويه جدا هو كمان، لكن كايدو بيهاجم كينمون بهجوم من النار
قبل ما يهاجموا. لكن رايزو بيقف قدام هجوم كايدو وفن النينجا بتاعه بيعكس هجوم كايدو عليه وكايدو بيتصاب من الهجوم بتاعه وبيقع على الارض. لكن كايدو بسرعه كبيره بيرجع يقف مره تانية قدام الاغماد وبيقول للاغماد ان كل هجماتكم ديت هجمات سطحيه ومستحيل تصيبني باي اذى. لكن بيتفاجئ كايدو ما بيلاقي ان الاغماد التسعه كلهم واقفين قدامه وكل واحد منهم ماسك سيفين في ايديه. كينمون بيتكلم وبيقول لكل الاغماد انهم يستعدوا علشان كلهم هيستخدموا اسلوب السيفين ويهاجموا كايدو بنفس الهجوم اللي اودن هاجمهوله. الاغماد بينطلقوا ناحيه كايدو علشان يهاجموه وكايدو بوابل من النيران المشتعله بيهاجم الاغماد من كل مكان. لكن الاغماد بيقدروا انهم يتفادوا كل طلقات كايدو الناريه وبيقدر كينمون ان هو يتصدى للنيران بتاعه كايدو بالسيف بتاعه. الاغماد بيقربوا من كايدو كلهم بسرعه كبيره وباستخدام اسلوب السيفين بيهاجموا كايدو في نفس المكان اللي اودن جرحه فيه قبل كده. الهجوم بتاع الاغماد بيكون قوي جدا وفي مستوى تاني من القوه لدرجه ان الجرح اللي اودن جرحه لكايدو قبل كده بيتفتح وبيبدا ان هو ينزف. كايدو بيقع على الارض وعمال ينزف في الدماء والاغماد كلهم واقفين قدامه وفاكرين ان هم خلاص انتصروا عليه. لكن كايدو بيتكلم وبيقول للاغماد انا قلت لكم ان هجماتكم ديت هجمات سطحيه وان انتم مستحيل تنتصروا في المعركه ديت. كايدو بيقف على رجله مره تانية برغم هجوم الاغماد القوي جدا وبيطير في السماء وبيعمل عاصفه من الرياح وبيهاجم الاغماد برياح قاطعه. اوكيكو بيحاول انه يقف قدام الرياح ديت ويتصدى ليها لكن دراع اوكيكو بيتقطع وبيقع اوكيكو على الارض وهو دراعه مقطوع والاغماد كلهم مصدومين. كينمون والاغماد بيجروا كلهم ناحيه اوكيكو وبيوقفوا له نزيف الدم بعد ما دراعه اتقطعت وبيقولوا لاوكيكو ان هو يرتاح وهم يكملوا المعركه لوحدهم. لكن اوكيكو بيرفض ان هو يرتاح وبيقول ان هو هيقاتل لحد ما يموت وان الاصابه ديت لا تاتي شيئا امام اللي اتعرض له القائد بتاعنا اودين. الاغماد بيرجعوا يوحدوا صفوفهم مره تانية وبيقفوا هم التسعه قدام كايدو وكايدو بيقول انا زهقت منكم وزهقت من قتالكم الممل وبيرجع كايدو لهيئته البشريه مره تانية. الاغماد كلهم بينطلقوا ناحيه كايدو وبيحاولوا انهم يهاجموه مره تانية لكن كايدو بضربات ورا ضربات بيخلص على الاغماد واحد ورا التاني. الاغماد بيقعوا كلهم على الارض وهم مهزومين ومش بيتبقى بس غير كينمون اللي بيحاول انه يعمل اي حاجه ويقف قدام كايدو لكن هو التاني بيتهزم. وكده بيتم هزيمه الاغماد التسعه على يد ملك الوحوش كايدو. وفي نفس الوقت في الاسفل بنشوف ان لوفي عمال يتقدم علشان يوصل لكايدو وكمان كيلر وكيد عمالين يتقدموا هما الاثنين وحتى ترفرجلو بيتقدم هو كمان وكلهم عايزين يوصلوا لكايدو. وفي نفس الوقت عند الساموراي بتكون الامور معقده على الاخر والمعركه مش في صالحهم بسبب انتشار مرض الطاعون في كل حته. كيوين عمال يطلق كل طلقات الطاعون على كل الموجودين وهو مبسوط ومش فارق معاه هو مين اللي اتصاب بيها. واقوى الساموراي واقوى المحاربين كلهم اتصابوا من مرض الطاعون دوت والامور كلها بتزداد سوء وحتى تشوبر هو كمان اتصاب. لكن اصابه تشوبر بيكون لها فايده لان هو بيعرف ازاي الفيروس بيشتغل وكمان مدى تاثيره. وبيتكلم تشوبر وبيقول ان الفيروس دوت بيقلل من درجه حراره الجسم وبيخلي الشخص يتحول لوحش علشان كده انت لو قربت النار منك وخليت درجه حرارتك متعادله فكده انت مش هتتحول لوحش ابدا. وبيطلب تشوبر من كل الموجودين انهم يحاولوا انهم يعملوا شعله نار ويخلوها جنب جسمهم علشان يحافظوا على درجه حراره جسمهم وما يتحولوش لوحوش لحد ما يلاقي علاج للفيروس دوت. لكن برغم كلام تشوبر الا ان كل الموجودين ما بيقدروش انهم يولعوا نار جنب جسمهم ودوت لان اغلبيه الموجودين كلهم اصلا اتحولوا لوحوش واللي باقي منهم مش عارف يعمل ايه. تشوبر بيتكلم مع بروك وروبن وبيقول لهم ان اكيد كوين معاه مضاد للفيروس دوت بما ان هو اللي اخترع الفيروس وان هو لو قدر بس ياخد عينه من المضاد دوت فهيقدر يصنع علاج لكل الموجودين. وفعلا كوين اللي بيكون مستمتع بكل اللي بيحصل ومستمتع بتعذيب كل الموجودين بيطلع من معاه عينه مضاده للفيروس وبيقول لكل الموجودين ان دوت هو العلاج اللي هيعالجكم. وبيهدف كوين عينه العلاج لسكراتش مان اللي بيكون خايف ان هو يتصاب بالطاعون وعمال يجري في المكان وخايف ان كوين يضربه بطلقات الطاعون لان كوين مش بيفرق بين الصديق وبين العدو. سكراتش مان بياخد عينه العلاج من كوين وكوين بيقول لسكراتش مان ان لو اي حد قدر ياخد منك عينه العلاج ديت فانا هقتلك بنفسي. كل الموجودين بيبصوا على سكراتش مان وبيكونوا كلهم عايزين ياخدوا منه العلاج علشان يعالجوا نفسهم من المرض دوت. كوين بيضحك على كل اللي بيحصل وبيقول ان الموضوع ممتع جدا وبيقول لكل الموجودين ان هو بيعلن عن بدايه لعبه المطارده للحصول على العلاج اللي هيشفي مرض الطاعون. تشوبر بيكون مصدوم من كل اللي
بيحصل، هو متضايق جدا من اللي كوين بيعمله، لان كوين مش فارق معاه اي حد ايا كان، هو كل اللي بيعمله ان هو بيستمتع بارواح كل الموجودين. وفي نفس الوقت من الناحيه الثانيه بنشوف ان نامي واسوب لسه عمالين يجروا من بيج وان وولتي اللي بيكونوا عمالين يجروا وراهم. قلتي بتكون متعصبه جدا وبتقول لنامي واسوب انها تخلص عليهم، وبتقول لهم ان الكابتن بتاعهم قال ان هو هيبقى ملك القراصنه، وان هم لازم يعتذروا عن الكلام اللي الكابتن بتاعهم قاله، لان كايدو هو الوحيد اللي هيبقى ملك القراصنه. قلتي وبيج وان بيفضلوا يجروا ورا نامي واسوب لحد ما بتقدر قلتي انها تقرب من نامي وبتنطحها نطحه قويه جدا بتخليها تقع على الارض. نامي بتحاول انها تهاجم قلتي باستخدام عصايه الرعد بتاعتها، لكن قلتي ما بتتاثرش بهجومها، وبتنطح نامي للمره الثانيه بنطحه قويه جدا. نامي بتكون مش قادره انها تتحرك، وقلتي بتقول لنامي انها هتسيبها عايشه لو اعتذرت عن الكلام اللي الكابتن بتاعها قاله، وقالت ان هو مش هيبقى ملك القراصنه وان كايدو هو اللي هيبقى ملك القراصنه. لكن اسوب بيتدخل وبيهاجم قلتي بطلقه من طلقاته بتعمل نباتات كتير في المكان وبتقيد حركه قلتي. اسوب بيحاول ان هو ياخد نامي ويهرب من المكان مره ثانيه، لكن بيج وان بيتدخل وبيفك اخته قلتي، وقلتي بتهاجم اسوب بهجوم قوي جدا بتكسر له في دماغه. قلتي بتقرب مره ثانيه من نامي وبتمسكها وبتقول لها ان هي لو ما اعتذرتش دلوقتي عن الكلام اللي قاله الكابتن بتاعها وقالت ان كايدو هو اللي هيبقى ملك القراصنه هتقتلها وهتخلص عليها. نامي بتكون خايفه جدا وبتفضل تعيط، واسوب بيقول لنامي انها تعمل اللي هي بتقول لها عليه علشان ما تموتش، لكن نامي بتقول باعلى صوتها ان لوفي هو الشخص الذي سوف يصبح ملك القراصنه. قلتي بتتعصب جدا من كلام نامي وبتكون على وشك انها تخلص عليها، لكن بتظهر في الوقت دوت اوتاما وهي معاها الكلب بتاعها والغوريلا بتاعتها، وبتقدر اوتاما بمساعده الكلب بتاعها والغوريلا بتاعتها انها تنقذ نامي واسوب قبل ما يموتوا، وبتاخد نامي واسوب على ظهر الكلب بتاعها وبتهرب من بيج وان وولتي. نامي بتكون فرحانه جدا لان تم انقاذها، لكنها بتكون مستغربه لان اوتاما هي اللي جت انقذتها، وبتقول لاوتاما هو انت ازاي جيتي لجزيره اونوجاشيما وان انت ما ينفعش تكوني موجوده هنا لان ديت ساحه معركه. وبيتضح ان اوتاما قدرت انها توصل لجزيره اونوجاشيما بمساعده الحيوانات بتاعتها والجنود بتاعتها اللي مسيطره عليهم باستخدام الحلوى بتاعتها. اوتاما بتتكلم وبتقول لنامي انها جت هنا علشان تساعدهم، وبتقول لها كمان انها عندها خطه هتقدر فيها تجمع جنود كتير وتخليهم تحت امرتها، وكمان هتحارب بيهم في المعركه. والخطه ديت انها تاكل عدد كبير جدا من جنود كايدو للحلوى بتاعتها وتخليهم كلهم من اتباعها وتقاتل بيهم في المعركه ضد جنود كايدو الاعداء. نامي واسوب بيعجبوا من خطه اوتاما وبيقرروا ان هم ينفذوها. وفي نفس الوقت من الناحيه الثانيه بنشوف ياماتو اللي لسه عماله تجري ورا شنوبو ومونوسكي، وبتحاول انها تقنعهم انها حليفه ليهم وعايزه تساعدهم وتحميهم، لكن شنوبو ومونوسكي بيكونوا مش مصدقين ياماتو وعمالين يهربوا منها في كل مكان وفاكرينها انها عدو ليهم. لكن واثناء ما شنوبو ومونوسكي بيهربوا من ياماتو بيقابلوا في وشهم ساساكي احد التوبي روبو السته ومع عدد كبير جدا من الجنود. ساساكي بيهاجم على طول شنوبو ومونوسكي، لكن شنوبو بتقدر انها تتفادى الهجوم دوت وتحمي مونوسكي منه وبتحاول انها تهاجم ساساكي، لكن الجنود اللي مع ساساكي بيتصدوا لهجوم شنوبو بسهوله وبيهاجموا شنوبو بهجمات قويه جدا وبيكونوا على وشك انهم يقتلوها وكمان يقتلوا مومونوسكي. لكن بتظهر في الوقت دوت ياماتو اللي بتنقذ مومونوسكي وشنوبو، وبتقف ياماتو قدام ساساكي وهي بتقول لمومونوسكي انها قالت للوفي انها تحميه بحياتها. ساساكي بيستغرب لما بيشوف ياماتو بتدافع عن مومونوسكي وبيعرف انها انضمت للساموراي في المعركه، وبيقول لياماتو ان انت اخترتي الطريق الغلط وان انتم كلكم هتتهزموا هنا. لكن ياماتو ما بتهتمش لكلام ساساكي وبتستعد علشان تقاتل ساساكي هو وكل الجنود اللي معاه وتحمي مومونوسكي. لكن في الوقت دوت بيوصل فرانكي للمكان عندهم وهو عمال يجري، والعملاق دوت لسه عمال يجري وراه ومفكر ان فرانكي لعبه. العملاق بيهاجم الارضيه اللي كلهم واقفين عليها وبيدمرها وبيعمل حفره كبيره جدا في الارض. ياماتو بتاخد شنوبو ومومونوسكي وبتنط في الحفره ديت وبتقول انها تنزل في الدور اللي تحت علشان كلهم يبقوا بخير ويبعدوا بعيد القتالات. لكن قبل ما بتنزل ياماتو للدور اللي تحت دوت بتضرب العملاق ضربه قويه جدا وبتقدر انها تخلص عليه. ساساكي بيتعصب جدا لان ياماتو اخدت شنوبو مومونوسكي وهربت من المكان وبيكون عايز يروح وراهم علشان يقتل مومونوسكي، لكن فرانكي بيقف قدام ساساكي والجنود بتوعه وبيقول فرانكي لساساكي ان انا خصمك دلوقتي. وفي نفس الوقت من الناحيه الثانيه بنشوف لوفي اللي عمال يتقدم ومعاه جيمبي وسانج علشان يوصلوا كلهم لكايدو، لكن واثناء ما هما الثلاثه بيتحركوا للامام بيسمع سانج صوت امراه بتطلب المساعده، وعلى طول سانج طبعا بيسيب جيمبي ولوفي وبيقول لهم ان هو هيروح عشان يعمل حاجة
حاجة مهمة. وبيكمل شينبي ولوفي مع بعضهم وبيفضلوا يتقدموا للأمام، وبيروح سانجي للمكان اللي سمع منه استغاثة المرأة وبيدخل المكان دوت علشان ينقذها، لكن بيتصدم سانجي ما بيلاقي ان دوت فخ وبيقع في شباك العنكبوت، وبيتضح ان دولت شوية جنود نساء من جنود كايدو عملوا الفخ دوت في سانج. وبتظهر بلاك ماريا احد التوبي روب الستة، وبيتضح ان هي صاحبة الفخ دوت، وان هي كانت عارفة ان سانج نقطة ضعفه هي النساء علشان كده وقعته في الفخ دوت. سانج بيتعصب جدا لانهم وقعوه في الفخ دوت، وبيكون قادر ان هو يتحرر من الفخ ويقاتل كل النساء اللي موجودة في المكان وكمان يقاتل بلاك ماريا، لكنه بيكون مش قادر يعمل كده بسبب ان هو مش بيضرب امرأة. وفي نفس الوقت بيكون لوفي وجيمبي عمالين يتقدموا لحد ما بيوصلوا لاحد الاماكن، وبيحس جيمبي ان في عدو قوي جدا قريب منهم علشان كده بيقول لوفي ان هو يتقدم لوحده. لوفي فعلا بيتقدم للامام وبيكمل طريقه علشان يوصل لكايدو، وبيظهر العدو القوي اللي موجود في المكان واللي بيتضح ان هو هوز احد التوبي روبو الستة. هوز بيتكلم وبيقول لجيمبي ان هو ما توقعش ان شيتشوبوكاي سابق هينضم لطاقم قبعة القش، لكن جيمبي بيقول له ان هو مش مهتم اذا كان هو شيتشوبوكاي سابق او كان ايه في الماضي، لان هو دلوقتي واحد من اعضاء طاقم قبعة القش. وبيقف جيمبي قدام هوز وكل الجنود اللي معاه وبيقول له انا هو خصمك. وفي نفس الوقت بيكون لوفي لسه عمال يتقدم للامام، وبيكون خلاص على وشك ان هو يطلع لسطح جزيرة اوناجاشيما، وعلى وشك ان هو يوصل لكايدو. وكابتن كيد وكيلر وكمان ترافراجلو بيكونوا هم كمان قربوا انهم يوصلوا للسطح، وكمان خلاص على وشك انهم يوصلوا لكايدو. وفي نفس الوقت عند كايدو بيستخدم فاكهة الشيطان بتاعته، وبيبدا ان هو ينشر غاز اشبه بالسحب في كل حته في الجزيره، وفجاه بتبدا الجزيره انها تتهز، وكل حته في القصر بتاع كايدو بيبدا ان هو يتهز بشكل قوي جدا. كل اللي موجودين في القصر بيكونوا مستغربين من الهز اللي حصلت ديت، ومش عارفين هي ليه الجزيره عماله تتهز بالطريقه ديت. وفي نفس الوقت بنشوف ياماتو اللي واخده شنوبو مومونوسكي، وبتحاول انها تخرج بره الجزيره علشان تبعد مومونوسكي بعيد الخطر، لكن بتستغرب ياماتو ما بتلاقي ان البحر مش موجود مكانها والسفن اللي كانت موجوده اختفت، وبتبص ياماتو حواليها وبتلاقي ان في سحب محاوطه الجزيره، وبتتصدم ياماتو من اللي بيحصل. وبتتكلم ياماتو وبتقول ان ابوها كايدو ما بيتحول لهيئه التنين، بيقدر انه يطير في السماء عن طريق سحب من الغاز، لان هو بيتحول لتنين من غير اجنحه، وان سحب الغاز كلها اللي موجوده حوالين الجزيره ديت ابوها كايدو هو اللي عملها، وان دلوقتي كايدو بيرفع الجزيره وبيطيرها في السماء علشان يوديها لعاصمه الظهور في بلاد وانو. شنوبو مومونوسكي بيتصدموا من كلام ياماتو، وفعلا زي ما ياماتو قالت دلوقتي جزيره اونوجاشيما كلها طايره في السماء باستخدام قوه كايدو، وكايدو هيودي الجزيره لبلاد وانو وينزلها في عاصمه الظهور. كايدو بيتكلم وبيقول ان الاغماد التسعه دولت مجرد ضعفاء واغبياء، وانهم ما قدروش انهم يعملوا قدامه اي حاجه، وان هو دلوقتي هيمحي بلاد وانو من الوجود، ومش هيبقى في حاجه اسمها بلاد وانو، وهتبقى اسمها اونوجاشيما الجديده. وفي نفس الوقت عند الساموراي بتكون الامور معقده جدا بسبب مرض الطاعون اللي انتشر في كل حته، ومفيش اي حد قادر انه يعمل اي حاجه، وبيحاول اكسدريك والساموراي وكل الموجودين ان هم يهاجموا سكراتش مان وياخدوا منه مضاد الفيروس، لكن سكراتش مان بيفضل يتفادى هجماتهم ومش عارفين ياخدوا منه مضاد الفيروس. اتشوبر بيتكلم وبيقول ان هو لو قدر ياخد مضاد الفيروس دوت من سكراتش مان فيقدر ان هو يصنع علاج لكل الموجودين، وهيعالج كل الموجودين وكل اللي تحولوا لوحوش. زورو بيتعصب جدا من كل اللي بيحصل حواليه، وبيقول زورو ان هو مش هيضيع وقته هنا في قتالات ملهاش لازمه، وبيستعد زورو وبيهاجم سكراتش مان بهجوم قاتل، وبيقدر انه ياخد منه مضاد الفيروس. زورو بيدي مضاد الفيروس لتشوبر، وتشوبر بيقول لزورو ان هو عارف ازاي الفيروس بيشتغل وهيقدر ان هو يعالج كل الموجودين. وبيوصل في الوقت دوت ماركو العنقاء للمكان، اللي بيستغرب اول ما بيلاقي ان اغلبيه الساموراي متصابين كلهم بفيروس ومتحولين لوحوش، والفوضى منتشره في كل مكان. تشوبر بيتكلم مع ماركو وبيشرح له كل اللي حصل، وبيقول له على اليه اشتغال الفيروس، وان الفيروس دوت بيقلل من درجه حراره الجسم لحد ما يحول الشخص اللي قلل درجه حرارته الى وحش بيقاتل بدون اي وعي. ماركو بيفهم كل كلام تشوبر، وبيقول بما ان الفيروس دوت بيخلي جسم الشخص يبقى بارد علشان يحوله لوحش، فهو عنده طريقه يخلي جسمهم كلهم يبقى سخن علشان ما يتحولوش لوحوش. وبيستخدم ماركو لهب العنقاء بتاعه، وبيهاجم تشوبر بلهب العنقاء وبيحرق تشوبر، لكن في الحقيقه تشوبر مش بيتحرق، ودوت لان لهب العنقاء مختلف عن اللهب العادي، وانه مش بيحرق الجسم زي النار العاديه، وان لهب العنقاء بتاع ماركو هو لهب سخن هيخلي الجسم دافي وهيحمي اللي اتصابوا بالفيروس انهم يتحولوا وحوش. تشوبر بيفهم اللي ماركو عمله،
وماركو بيقولوا لتشوبر ان انت كده عندك شويه وقت علشان تقدر ان انت تعمل علاج لكل الموجودين، لان لهب العنقاء دوت مش هيدوم لوقت طويل. تشوبر بيبدا على طول في تجهيز العلاج، وماركو بيستخدم لهب العنقاء وبيحرق كل الموجودين، وبيخلي كل اللي يتحولوا لوحوش يرجعوا لطبيعتهم بشكل مؤقت لحد ما تشوبر يعمل العلاج. كوين بيتعصب جدا من كل اللي ماركو عمله دوت، وبيامر كل جنود كايدو اللي لسه ما اتصابوش بالفيروس ان هم يهاجموا تشوبر ويخلصوا عليه. لكن كل الساموراي اللي بداوا عيوم يرجع لهم بسبب لهب العنقاء بيقفوا كلهم في ظهر تشوبر علشان يحموه. وبيتكلم ماركو مع اعضاء طاقم قبعه القش اللي لسه موجودين في المكان، واللي هم بروك وروبن وزورو، وبيقول لهم ان انتم ما ينفعش تكونوا موجودين هنا في القتالات العاديه، ولازم تتقدموا للامام وتقاتلوا الاعداء الاقوياء. وبياخد ماركو زورو وبيطير بيه علشان يطلعه للاعلى عند كايدو، وبيحاول كينج وكوين انهم يمنعوا ماركو ان هو يطلع زورو للاعلى عند كايدو، لكن ماركو بيقدر ان هو يوقفهم وبيحذف زورو بره القلعه. ماركو بيقف قدام كينج وكوين وبيقول لهم ان عصركم خلاص على وشك ان هو ينتهي، وان دوت هو عصر القراصنه الجديد. تشوبر بيبدا بكل سرعته ان هو يصنع علاج لكل الموجودين، واكس دريك وكل الساموراي واقفين علشان يحموه. وفي نفس الوقت خارج القصر على السطح عند كايدو بتوصل البيج مام عنده، وبتلاقي ان الاغمدي التسعه كلهم مهزومين، وبتقول لكايدو انها كانت عارفه ان هو ينتصر عليهم، وبتسال كايدو هو يعمل ايه دلوقتي بالجزيره اللي مرفوعه في السماء. كايدو بيقول للبيج مام ان الجزيره دلوقتي ديت هو متجه بيها الى عاصمه الزهور علشان ينزلها في عاصمه الزهور ويعمل جزيره اونوجاشيما الجديده، ويعمل المشروع اللي قال عليه. البيج مام بتقول لكايدو ان هو يعمل اللي هو عايزه ويقتل اللي هو عايزه، لكن ما يقتلش روبين، لان روبين هي الوحيده في العالم اللي بتقدر تقرا احجار البونجوليف. كايدو بيستغرب وبيقول للبيج مام ان بنتك ام تلات عيون بتقدر برضك تقرا احجار البونجوليف، علشان كده مش هيحتاجوا الروبين ولازم ان هم يقتلوها. لكن البيج مام بتقول لكايدو ان بنتها ام تلات عيون لسه ما ايقظتش القوه بتاعتها، وهي مش هتستنى لحد ما قوتها تستيقظ، علشان كده هم يخلوا روبين معاهم احتياطي. كايدو بيقول للبيج مام ان هو خلاص مش هيقتلها، والبيج مام بتكمل كلامه وبتقول لكايدو انا بعتبرك زي اخويا الصغير، لان بعد حادثه الجود فالي وبعد ما تم هزيمه طاقم الروكس انا اللي اديتك فكه الشيطان اللي وصلتك للقوه ديت، علشان كده يا كايدو لا تختار ابدا بنفسك. وكايدو بيقول للبيج مام ان هو مش هيختار بنفسه، وان هما الاثنين بتحالفهم دوت هيقدروا انهم يحصلوا على كنز الوان بيس. لكن واثناء ما البيج مام وكايدو بيتكلموا بيوصل في الوقت دوت للمكان كابتن كيد وكيلر، وكمان بيوصل طرف راجلو وكمان زورو. البيج مام وكايدو بيستغربوا من زورهم كلهم قدامهم، وبيقول كايدو ان اكيد هما جايين علشان يلعبوا، والبيج مام بتقول ان شكل كده قراصنة الجيل الاسوء عايزين يتحدونا. وبيوصل في الوقت دوت لوفي للمكان، وبيقف جنب كابتن كيد وكيلر وزورو وطرف راجلو، وبيستعدوا كلهم من اجل مواجهة اليونكو كايدو واليونكو البيج مام. معركة الجيل الاسوء ضد معركة اليونكو خلاص على وشك انها تبدأ. كابتن كيد وكيلر وطرف راجلو وزورو ولوفي في مواجهة اليونكو البيج مام واليونكو كايدو. خلاص كل حاجة بدأت انها تشتعل، والقتال الاسطوري خلاص على وشك ان هو يبدأ. لكن يا ترى يا ترى هو ايه اللي هيحصل بعد كل اللي حصل دوت، وكمان هو اللي مستنينا تاني في تلك المعركة الاسطورية؟ وهل سيستطيع الجيل الاسوأ الفوز على اليونكو في تلك المعركة، ام سيبهرنا اليونكو بقوتهم الاسطورية؟ استنونا في الجزء القادم من حكاية لوفي، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام.